لكن الكابتن علي خليل بيتمتع بشعبيه وحب كبير جدا من جمهور نادي الزمالك. والله بص، الحب والشعبيه دي مش جايه عشان لعب الكوره، لا أيوة. ده حب من عند ربنا. طب انا كنت بضيع اجوان كتيره جدا ورغم كده كان الجمهور يسقف لي ويشجعني واقفين ورايا، خدت بالك؟ رغم ان كنت بضيع اجوان كتيره لكن ربنا كان بيوفقني برضه اجيب اجوان صعبه، وبجيب اجوان كانت بتعمل نتيجه المباراه. يعني اجيب نكسب 1-0، نكسب يبقى 1-1 واروح جايب الجون الفوز. فجمهور الزمالك وانا صغير من ساعه ما رحت النادي جمهور بصراحه في ارتباط بالجمهور، في ارتباط رباني مش حكايه ان انا لعيب. انا كنت بشوت الكوره في المدرج كانوا بيسقفوا لي، ده حاجه من عند ربنا يعني. حب الهي يعني، مش حب عشان اللعب او انا جبت بطولات للنادي او اخذت هداف الدوري والكاس اكتر من مره. فبحمد ربنا على هذا الحب، وده اللي بيدوم. يعني لو خدت ماتش اعتزال او خدت مكافاه كبيره، ما الفلوس بتضيع. صحيح. لكن حب الناس هو اللي بيدوم وهو اللي بيستمر طبعا. وخلي بالك يعني مش جماهير الزمالك بس كانت بتحبك، كمان جمهور الاهلي. ما هو جمهور الاهلي عنده اعتقاد راسخ ان علي خليل ودى طارق خليل النادي الاهلي. فطبعا انا وديت طارق خليل يعني بامانه، وديته الاول نادي الزمالك. فجه نادي الزمالك قالوا له انت عاوز تيجي النادي؟ قال لهم قالوا طب روح جيب استغنى من، كان بيلعب في نادي بني سويف برضه. فجيب استغنى من نادي بني سويف وتعالى نادي الزمالك. فوالدي كان هو المدرب هناك. فوالدي قال لهم الاستغنى موجود، بس انت عشان يجي نادي الزمالك لازم النادي يعمل مباراه مع نادي بني سويف، مباراه وديه. والنادي هناك هيكرم نادي الزمالك وهيقوم بالواجب معاهم ويتعمل مباراه، وانتوا تاخدوا الاستغناء مكان ايمن، مفيش فلوس بدون مقابل. طبعا نادي الزمالك قال لك لا احنا مش هنروح، اذا كان بيحب النادي يجيب الاستغناء ويجي يلعب على طول. ليه اخ محمد الله يرحمه اخويا، طبعا كان صديق للكابتن هاني مصطفى. فكلم الكابتن هاني مصطفى، الكابتن هاني مصطفى كلم النادي فورا، النادي الاهلي راح عمل مباراه مع نادي بني سويف. وراحوا هناك النادي اعطوهم هدايا وجابوا اعطوهم كور واعطوهم ملابس هديه من النادي الاهلي، وتعملت المباراه وخدوا الاستغناء وراح طارق خليل النادي الاهلي بدون اي مقابل. مين كان من لعيبه النادي الاهلي في جيلك وقتها؟ طبعا الكابتن كان الجيل بقى كبير قوي برضه، ما هو زي ما كان في نادي الزمالك جيل نجوم كبار، النادي الاهلي نفس الكلام. كان في كابتن الخطيب وكابتن زيزو وكابتن صفوت عبد الحليم وكابتن مختار، وبعد كده انضم معاهم الكابتن طاهر الشيخ يعني، وكان في كابتن اكرامي حارس المرمى يعني، وكان في جيلين عصام في الاهلي والزمالك، كابتن ماهر همام وكان في كابتن فتحي مبروك. وكابتن فتحي مبروك ده اول ماتش مع الاهلي لعب، هو كان المدافع اللي عليا. فانا كنت اسرع منه. فطبعا اثناء المباراه طبعا الكور الطويله دي فسبقته طبعا، فكان حظي كويس ان انا ربنا وفقني في المباراه واحرزت اهداف الماتشات الاهلي الحمد لله.